نوصل لفقرة سانتي لليوم مع الدكتور فارس شبلي. أهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصي أمراض نسائية عقم وتوليد. موضوع ما بينتهي الحديث عنه يلي هو موضوع التليف بالرحم. منخاف أوقات أنه يتحول إلى سرطان، إلى ورم سرطاني، منخاف من العملية، منخاف من العلاج. خلينا نحكي اليوم عن كل هالأمور هيدي، نوضح بالبداية شو هني موضوع كتير مهم. التليف موضوع كتير مهم لسببين. واحد، الانسيدنس تبعه نسبته 60% من الستات عندهم تليف على الرحم، او بدنا نميز ماشي تليف الرحم كله مليف او وجود لياف. شو الفرق بيناتهم؟ الرحم هو عضل وفي ثلاث مؤلف من ثلاث طبقات، الاندوميتريوم الطبقه الجوانيه، العضل الوسطانيه، والغلاف البراني سيروزا. الليفي هي قسم من هالطبقه النصانيه، المايو العضل، من هيك بسموها مايوما ميوسك أو فايبروما، لأن فيها فايبرز، ويلي فيها تكون صغيرة، فيها تكون كبيرة، وفيها تكون بالطبقة الجوانية، بالوسطانية، والبرانية. بقى كتير مهم، المهم موضوع لنسبته 60% كتير. ومهم الشغل التاني هو وين. المهم نميز بين الليفة وتليف الرحم، يعني كل العضل مليف. هيداك نسموه طبياً الأدينومايوسس، يلي هو كل العضل مليف، ويلي بين الليفة يلي هي لا قسم معين يلي هيك مثل دنكوره طالعه من الرحم. هلا حسب حجمها وحسب بس هن مكونين من نفس الشيء، من نفس الشيء، منشان هيك اسمهم تقريبا بيشبه فايبروما او مايوما. هلا وقت اللي بيكونوا كتار اكثر من وحده، مالتيبل يوتراين فايبروما، متعددين. الليفي بدنا نميز 60% من هالناس عنده لياف، ولكن 5% بس ممكن يعتزوا عمل جراحي. يعني مش كل وحده الليفي عمليه. ذكرت بأول الحديث أنه ممكن تصير أمراض سرطانية، الحمد لله، وإلا كانت 60% من الستات ما بتصير ولا 1%، أقل من 1% ممكن يعملوا ساركوما، يكونوا هن بالتكوينه ساركوما. ولكن الليف البناين المنيحة ونظيفة ما بتتحول. نعم. أوكي، هي بتكون الأساس، وهودي نسبتهم أقل من 1%. أقل من 1% بستين، يعني 0.. نعم. خليني أذكر المشاهدين أنه ممكن يتصل فينا على 0464 لطرح أي سؤال له علاقة بموضوعنا لليوم لا دكتور شبلي اللي موجود معنا. الليفة ممكن استئصالها، بس إذا كان الرحم كله مليف، المهم نحدد شو العمل تبع الرحم. الرحم هو كيس للولاد للإنجاب. عادة الستات بفكروا انه اذا شافوا ما شافت التمس او الميعاد تبعها انه راح تنصح، راح يصير عندها عبئات، راح تغير علاقتها الجنسيه مع زوجها. هيدا الشيء مش صحيح. اول شيء الرحم هو عضو بقلب البطن، منه برا عكس ما مفكر. الرحم هو كيس للوليد، هيدا وظيفته الوحيده. لاله هرمون. هلا الرحم هو الطبقه الجوانيه تبع الاندوميتريوم يلي بتسمك تحت تاثير الهرمونات، وبتعطي اذا ما في حبل البيريد او الميعاد او الطمس اللي بنشوفه، يلي هو شغله وحده بتتاثر بالهرمونات اللي بيفرزون المبيضات الاوفريز، يلي ما له دخله ابدا. يعني اذا وحده ما عم تشوف الدم مش معناتها من الرحم، ما معناتها انه وقفوا المبيضات، ما معناتها انه رح تعبق، ما معناتها انه رح تنصح، ما معناتها انه رح يصير عندها نفخات، ما لهم دخله ابدا ببعضهم. هو هالكيس يلي شغلته يكبر وقت الحبل، وهالعضل يشد حتى يساعد البيبي ليطلع. أكثر من هيك يعني هنا عم تحكي عن استئصال الرحم، انه ما رح بيضر بالسيد، مش مضطر، ولكن نميز بيناته بين الميعاد كميته والعضل هو والهرمونات الباقية. قبل ما نوصل للاستئصال أو استئصال الرحم كله، التليف أو الليفة هل هن شغلة وراثية؟ لك في بالعائله فاميليار، ما انه جينيتكس، يعني ما في جين عند الست بيقول اذا عندها يا اما راح تصير هي، لا مش هيك، يعني ما في جين للفايبروم، ولكن بسموه فاميليار، يعني بتلاقي مثلا بيزيدوا عند خالتها وعمتها واختها بالعائله بيزيدوا، بس 60% يعني هن عند كل الناس تقريبا كتار. هل في سبب لحتى يطلعوا؟ ما في سبب معروف، هو الجسم بس بيفرز هيدا الشيء. ناس عندهم شاميات، ناس عندهم كيس على المبيض، ناس عندهم هاللياف. اي متى بنضطر انه نستأصل ان كان في لياف متعدده او اذا كان الرحم كله؟ بنعمل عمليات الليفه او العلاج للليفه اذا كان عنده عوارض سيمتوماتيك، يلي بنحددهم بشغلتين كبار. وحده منهم اذا كان هالليفه كبيره وعم تكبس على الاعضاء الحده، يعني على المبيض، على المبوله، على المخرج، واحد. اثنين اذا حجمها
إذا حجمه قطع ال 10 سنتي بنعطي الهم إنه تخبي إشي على المبيض، يعني إذا كان حجمه أكثر من 10 سنتي ما بنعود نشوف المبيض، بنقول إنه بلكي صار شيء على المبيض ما بنعود نشوفه. حسيتك هيك عملتي رياكشن 10 سنتي؟ 10 سنتي معقول تكبر هلأ؟ في لياف بيصالوا ل 20 و 30 و 25 سنتي، يعني قد ببي قد ببي في منهم يعني ما بيحسوا فيهم؟ هلا حسب بنحس فيهم، في منهم بيكون جسمه مليان وبالحوض، يعني إذا ما أنا مزوجة ما عم تعمل تشيك أب السنوي تبعها ممكن ما تحس عوارض، خاصة إذا ليفي قلت لك بحدد حجمها وموقعها بالنسبة للرحم، إذا كانت بالطبقة الجوانية الوسطانية ولا البرانية، إذا كان من خارج الرحم ممكن تكبر وتاخد حجم كتير كبير بدون ما تعمل عوارض. ثلاثة قلنا الحجم، قلنا موقعها إذا بتكبس على شيء تاني. ثلاثة إذا كانت عم تعمل عوارض نزيف، لأن مرات الليفة بتكون بقلب العضل أو بالطبقة الجوانية يلي مطرح ما بيجي بيجي المعاد، يلي بصير بيجي الرحم اللي هو عضل بيشد ليوقف النزيف، بده يشد بلاقي جسم غريب بيرخي، بتصير تشوف دم جد بيرخي. أكتر الأوقات الستات بيجوا لأنه معادهم قوي وعندهم ليفة، هيدي بفتكر أكتر عارض، هيدا أكبر عارض بيجي. بحب نوه بشغلة إنه مش كل ست معادة قوي معادة ليفة، في كتير أسباب معادي قوي أنا عندي ليفة، لا مش بالضرورة. هلا بنعطي كمان شوية تفاصيل عن هالموضوع. أكيد. نحن رح نتابع حديثنا معك دكتور فارس شبلي عن تليف بالرحم، رح ناخد وقفة صغيرة ونرجع. دكتور فارس شبلي موجود معنا اليوم، اختصاصي أمراض نسائية عقم وتوليد، عم نحكي عن الفرق بين الليفة والتليف، علاجاتهم والنتائج السلبية يلي ممكن كمان نوصلها. دكتور يعني معنا اتصالات كتيرة عن هالموضوع هيدا، خلينا نبلش ناخد اتصالات. ألو ألو بونجور، أهلا وسهلا معكي مدام لوبا، تفضلي. أهلا وسهلا بليز، أنه أنا كنت حامر، يعني موضوعي سؤالي غير شيء، بس بدي أسأل الدكتور أنه هل بعمر 45 ممكن واحد يجيب بيبي عادي، يعني عمر الخمسة عم شوه أو شيء؟ أنه بعمر ال 45 الريسك يطلع المشاكل عند البيبي بتزيد، ولكن بتزيد بنسبة أعلى من حدا عمره صغير، يعني بتزيد 1-2%، بس مش معناتها أنه حتجيب بيبي منه منيح، يعني مش أنه فوق ال 40 بيبي منه منيح، مضروب عنده مشاكل منغول وهيك، لا الريسك بيزيد، يعني إذا كان بس الريسك بيزيد بشكل كتير قليل، يعني إذا كنا عم نحكي مثلا ب 0.5 بعمر ال 20 بيصير على ال 40 1%، بصير يزيد كمان على 41-42، بس مش انه 45 يعني ببي مش منيح، بس مزبوط هالحديث، وممكن نعمل فحوصات اكثر ليتجنب اي مشكل. نعم دكتور، في سؤال ثاني كمان تحت الهواء، اذا كان هالفيبروم كبير بياثر على الحمل، هل ممكن ما تحط حسب وضعيته الفيبروم، اذا الليفه بقلب الرحم جوات البطانه ايه ممكن تاثر، اذا براتها لا اكيد ما بتاثر. نعم، لكن هون اكيد التشيك اب ضروري. أكيد. في قبل ما نوصل على العمليات في علاجات لهالموضوع؟ العلاجات هي لك اول شيء بده تحدد اذا لازم نعمل عمليه او ما لازم عمليه، قلنا من الاول انه مش كل ليفة عمليه، يعني ليفة عمليه لا مش مزبوط هيدا الشيء، بنعمل اذا كان لنا حجمها، اذا النزيف، اذا عم تعمل وجع، اذا فيها عوارض تانية، هودي بدهن عمليات. نعم اوكي، هلا في علاج طبي ممكن يصغر الليفة لوقت معين، يعني في الانجكشن نعملها على 3 اشهر بتصغر الحجم بتخفف النزيف، ولكن هي مرحليه بتاخر العمليه او بتصغر ل 3-4 اشهر، وما فينا كل 3 اشهر نعمل ابره، يعني ساعتها يلي هي جين ار اتش بتخفف الهرمون بنشف اكثر الفايبروما، يعني هيدا عندها نتائج سلبيه كمان مش سلبية، او عوارض، لكن النتيجه السلبيه ما فينا نقول نتيجه سلبيه او ايجابيه، فينا نقول بالاول لازم نعمل عمليه ونعمل علاج، لانه لو صار لمرحله انه بدنا نعمل علاج بده يكون يا اما عم تنزف المريضه يا اما موجوعه يا اما في شيء ضغط هالليفه كبسه على عضو ثاني، لانه عنده يعني عوارض جانبيه، يعني هلا ممكن اذا ممكن ناخر العمليه شوي ايه ممكن ناخرها شوي. هلا العلاجات اليوم صارت صحيح انه جراحيه، ولكن صار في لاباروسكوبي، صار في مش بالضروره شاء، وهلا شيء جديد صار ينعمل شيء اسمه امبوليزيشن، يعني صار فينا هالشريان اللي عم بغذي هالليفه نقدر نعمل له انجكشن ونشفها من دون ما نقص، بدون ما نقص، يعني بدون ما نشق، بدون ما نعمل شيء. اتصال. الو الو الو، مرحبا. يا هلا، مين معنا؟ هبه مناع من منصور، تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. الو مرحبا، تفضلي انت على الهواء. تفضلي هبه مناع من سور، تفضلي انت على الهواء مدام. ايه حبيبتي، انا الجمعه الجايه عندي عمليه استئصال الرحم. اوف. نعم. اوكي انا الجمعه الجايه عندي عمليه جراحيه باستئصال الرحم،
وسببه هو عندي ليفة على العضلة. فمن ثلاث سنين أنا عملتها هيدي العملية وأمول الليفة، فبعد ثلاث سنين رجعت. عرفتي كيف؟ أوكي، أدي عمرك مدام؟ هلأ قال لي الحكيم أنا عمري 46 سنة. أوكي. فقال لي بقى أنه طالما ما عاد بدك أولاد ولا شيء، فالأفضل لأنه عمالك كل مرة بروجع أن نعمل استئصال للرحم يعني عشانك. شو سؤالك؟ كانت 3 سنتي صارت 4، فكرر حكيم واثنين، رحت عند اثنين قالوا لي نفس الحكي. شو سؤالك على المزبوط أو شو مخاوفك؟ قال هل يا ترى أنه يعني في له علاج ولا الأفضل هيك للحكيم لو سمحتي؟ أنه تكرم عينك. لكن بالحديث هلأ قبل شوي كنا عمرو لأنه هالرحم هدفه الأولاد، كيس الأولاد. سؤالين بيقولوا إذا في عملية ولا إذا بعد بد حضرتك أولاد أو عائلتك الحمد لله صارت كاملة. إذا عائلتك كاملة وقت اللي منشيل اللياف عادة منشيل اللياف الكبيرة، قد ما نشيل اللياف بضل في إشياء صغيرة يلي هي تحت السنتي أو ربع سنتي يلي ما بتنشيل وقت بنشيل أول عملية. وقت بتكرر العمليات وعند حدا خلص عائلته أكيد الأحسن إنه ينشيل الرحم. أوكي، بس يعني خلصت عائلتك وبعده عم يطلع اللياف أكيد أحسن علاج نهائي، وإذا خاصة إذا هالليفة عم تعمل عارض يعني عم تشوفي معاد قوي، عم تعمل لك وجع، عم تعمل لك إزعاج. مثل ما قلنا إذا في داعي للعملية، العملية بين أن تشيل الليفة وبين أن تشيل الرحم أكيد بهالعمر وبهالمرحلة أحسن تشيل الرحم. دكتور، كنا عم نحكي عن استئصال الرحم أو قلت أنه مش كتير معلق بالأمور الأخرى يعني صحيح. إن كان المعاد، إن كان العلاقة الزوجية وغيرهم. استئصال الرحم ليش منخاف منه؟ يعني شو العوارض أو شو المساوئ طبعا؟ هيك بالنتيجة في الخوف هو ثلاث شغلات. الخوف أنه طب أنه خي أنا ليش بدي أعمل عملية؟ أي عملية الواحد بيروح عليها بيضله خايف حتى لو كان شيء، لو زايده لو ضفر عمليه. اوكي، اثنين في شيء نفسي سايكولوجي. من زمان كثير الرحم عند الست هو رمز لانوثتها، على طول من زمان بسموه الرحم هيسترو باللاتيني، هيستركتومي هيستروسكوبي، لانه كانت الست من زمان من زمان زمان يفكروا انه دماغ الست بالرحم. هلا بعضهم بيتهمونا انه دماغنا بالهرمونات يعني. بيأثر لك الهرمون، بيأثر على الـ على الـ بيأثر على المود تبع تبع الست اكيد. من هيك بيعطوا طبيا واجتماعيا. نعم، ولكن هل بيوقف بيتوقف الميعاد؟ هل بتتوقف الحياه الجنسيه يعني؟ ابدا. في بالاعضاء بالاعضاء التناسليه عند الست في الرحم وفي المهبل. المجامعه بتصير بالمهبل مالنا بالرحم. الرحم هو بعيد عن برا اكثر من 20 سنتي. نعم، أفرج يعني عند ستة. الميعاد، الميعاد هو الدم اللي بتشوفه لبرا ما رح يجي لأنه هو بيجي من طبقة جوانية للرحم، ولكن الهرمونات اللي بتأثر على الرحم اللي بتأثر تمشي. على المود اللي بتأثر رح تضل يعني مش كأنه مينوبوز. لا مش مينوبوز أبدا. مينوبوز هو وقت اللي بتوقف عمل المبيض عن الشغل. بفتكر بعد ما نلحق ناخد اتصال واحد. ألو، صباح الخير. صباح النور، مين معنا؟ معروفة بتسأل دكتور شي. تفضلي دكتور. بدي أسألك، أنا عمري 52 سنة، يعني من فترة كان الميعاد يجي شهر شهر إيه شهر لا كذا، بس هلأ صار له 3 أشهر ما إجا الميعاد، كيف بدي أعرف إنه قطعت؟ عادة لنقول إنه قطعت هي إذا 6 أشهر من الميعاد قطع وراء بعضهم، أو فينا نعمل فحص دم تحليل هرمون الـ FSH والـ AMH يلي بيقولوا لنا إذا بعد في ريزيرف بالمبيض ولا لا. إذا ما إنك مستعجلة وما عندك عوارض القطع مثل عبقات، العرق بالليل، العوارض اللي بسببها الانعطاء الميعاد، بتكون بلشت او 6 اشهر متواصلين ما فيهم ميعاد هو علامه انه صار صحيح، او فحص الدم تحليل الدم بيقول لي الهرمون عالي او واطي او نحن وين رايحين. كنت عم تقول دكتور انه طبعا الليفه بتخلي انه يصير في دم اكثر، ولكن هذا ما هو السبب الوحيد. أكيد. شو ممكن على شو ممكن نفتش هون بس يعني. ليش لفت النظر لهالموضوع هيدا؟ لانه على طول الست اي ست ميعادها قوي بتفكر انه بدها تعمل صوره تشوف اذا في ليفه، شيء منيح، ولكن الصوره مهمه لتعطينا اسباب ثانيه، لانه اذا اي تخربط بالهرمونز اللي بيفرزهم المبيض ممكن يعملوا تخربط بالعاده ويكون قويه. وجود لحميات بوليبس يعني منه ليفي ولا تليف كمان ممكن يعمل هيدا. مرات الادويه اللي ممكن تاخذها الست اذا معرضه للسيالين كمان ممكن تعمل ميعاد قوي. بقى في كثير اسباب غير الليفي ممكن تعملها، بس على طول
ميعاد قوي بس التشيك اب هو ضروري يا دكتور على الاكيد يعني هون وكل ست الانتباه لانه ست عم تخسر دم يعني عم تخسر من صحتها حتى لو ما في شيء بفتكر تشيك اب شغله مهمه كثير. شكرا لوجودك معنا دكتور فارس شبلي وشكرا على التوضيحات اللي اعطيتنا اياها. لهون بتكون انتهت حلقه ام تي في الايف لليوم. موعدنا بنتجدد بكره على الساعه 8:30. باي باي. She told me don't worry.